وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمة اطلع فوق. مش طالعة، مش طالعة. انت ما بتشحدش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي، عارفينه بالورقة والقلم يا سي عبد الحكيم. واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. قولي ان انت اللي ورا الحكاية دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عبد الحكيم انا مش عايز حاجة. يعني ايه مش عايز حاجة؟ واحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا اخويا. الله، ولا انت عايز تضيع حقنا؟ من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه تقفل الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلق بنت، ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش. انا همشي بس خليك فاكر من زمان وانا بقول لك، يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بجعالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا حكيم. لا ما خلاص، ولازم اقول لك على كل حاجه. ابوك كان غضبان عليك، عارف ليه؟ عشان كنت عايز تبيع الارض وتشتري في مصر عشان تبعد مع الهانم. ده مش صح يا حكيم. صح ولا مش صح؟ هو ده اللي حصل، عشان كده طلعت من ذمته. ابوك كان غضبان عليك عشان اللي انت عملته. كنت عايز تقعد مع الهانم وبعت ابوك، خليتك تخسر القريب والبعيد. ولعلمك يا عبد الله، لو اكون مصدق ان انا صدقتك لما قلت انك خسرت فلوسك وانك محتاج، لا، انت عملت الشويتين دول عشان تاخد الفلوس. عيب يا عبد الله، عيب.